أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا ولا تقتلوا
رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا عنكم سيئاتكم
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا
موالي مما ترك الوالدان والأقرب. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبهم. إن الله كان على كل شيء ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكل جعلنا موالي مما ترك أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء فضل الله بعضهم على بعض وبما
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات وبما أنفقوا التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء بما
الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات وبما أنفقوا من أموالهم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واللاتي تخافون نشوزهن إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما حكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما صدق الله.